لي فصل توم عشان خلطة البتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفاية بعمل لك السلطة؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفرة جاهزة، والبتنجان ايه اللي كل يوم ده؟ ده ناقص يسكن معانا، مفيش حاجة تانية؟ اطبخي يا جارية كلف يا سيدي، هات اللحمة وانا اطبخها، طلع الفراخ من الثلاجة الفاضية وانا حمرها. بعدين اسمع اما اقول لك، انا بشتغل زي زيك، والتاج اللي فوق دماغك مش هيقع عشان كان فصل توم هتقشرهم. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاة النبي عليا، قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حيلي مهدود في شغل البيت. اوبرة ايه اللي انت عايزه تروحيها؟ انت ما تنفعيش تروحي السيرك، ده انت لو رحت جنينه الحيوانات هيقفشوكي. الاوبرا، اوبرة ايه؟